الدستور قرآننا. كأن الدستور حاجة عظيمة جدا يعني. لكن الإمام البنا رحمة الله عليه قال لهم لا، بل القرآن دستورنا، بل القرآن دستورنا كان وسيبقى، سيظل القرآن دستورنا، القرآن دستورنا، والرسول زعيمنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وفوق كل ذلك الله غايتنا، الشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة. ولا خير في هذه الأمة، ولا خير لهذه الأمة، لا خير فيها ولا خير لها ولا نهضة إلا بالشريعة الإسلامية. أعاهد الله، أعاهد الله وأعاهدكم جميعا بغض النظر عن المكتوب أو النص، وإن كان النص سيكون إن شاء الله معبرا حقيقيا باتفاق الشعب المصري، العلماء، أهل القانون والدستور، أبشروا واطمئنوا، فإن هذا الشعب لن يرضى عن مكتوب لا يعبر عن حقيقة ومعنى ومبنى الشريعة الإسلامية، وتطبيقا وبرنامجا لن يرضى بغير ذلك.